الساعة نتاع هذيك هي السلام عليكم. السلام عليكم. مهم اللي هو الدورة ديال 2022 ديال المباراة ديال سلسلة سلالة ديال يعني والماس وزعير اللي كتنتج في إطار يعني تنمية سلاسل الإنتاج الحيوانية واللي المحافظة والتنمية ديال السلاسل المحلية وجد مهم. وهاد السلالة كتمتاز بواحد يعني التأقلم ديالها مع الجو اللي كيكون صعيب، وكذلك الإنتاج ديالها جد مهم، والجودة ديال اللحوم ديالها اللي هي جد مهمة. فهناك في إطار الجيل الأخضر برنامج جد مهم للمحافظة على هذه السلسلة عبر التنمية ديالها وتكثير هذا عرب يعني التحصيل السلالي، وكذلك تأقلم ديالها في مناطق أخرى اللي يمكن لها باش تكون فيها إنتاج أعلى. وهذا الشيء داخل يعني في إطار ديال الاستدامة ديال الفلاحة، كما كيكون في يعني على صعيد يعني الإنتاج النباتي كاين كذلك على صعيد الإنتاج الحيواني، يعني أصناف اللي هي وسلالات اللي هي متأقلمة. أظن أنه اليوم هذه انطلاقة جديدة في مجال التنمية، وخاصة أن الأزمة ديال كورونا اللي خاتت بالظلال ديالها على مجموعة من القطاعات منهم القطاع الفلاحي والقطاع ديال تربية المواشي. اليوم هذا إعادة إقلاع جديد ديال التنمية، وخاصة كنلاحظوه كاين في المجال القروي، هو أنه كاين برامج اللي هي محفزة، وكاين كذلك تجاوب ديال المواطنين وديال المربيين وديال الفلاحين مع هذه البرامج هذه. الحضور المكثف اليوم هذا دليل على أنه التوجه فهو توجه استراتيجي ديال الجهه نحو تنميه ديال هاد الاقاليم، كل واحد في القطاع ديالو. اليوم هاد الدوره 22 ديال 2022 فيما يخص هاد الجوائز اللي تعطات ما يخص المربين ديال الماشيه وديال تجويد النسل، هذا معنيته على انه هذا ملف محوري، والاقليم ديال والماس كيهتم به بزاف وكيعتمد عليه، خاصه انه اليوم هاد العدد ديال المهم ديال المواشي اللي كانوا حاضرين والجودة ديالهم، هذا يدل على أنه الناس ديال المنطقة كيحافظوا على السلالة وحارسين على أنهم يجودوها في المستقبل. ويمكن يكون هذا هو الشق اللي غادي يجعل الإقليم ديال والماس الجماعة ديال والماس في المستقبل أنها تكون حاضرة بقوة داخل الإقليم ديال الخميسات. اليوم ربحت الجائزة الثانية في الصين في العجول، وكنت منه إن شاء الله، والجائزة ديالي قدمها لي السيد الوزير ديال الفلاحة. كنت منه هاد الزيارة اللي قام بها السيد الوزير لهاد المنطقة تعطينا واحد يكون عندنا فيها الخير إن شاء الله على هاد الكسابة اللي هما مازالين محافظين على هاد السلالة. هاد السلالة من أحسن السلالات اللي كتصبر في هاد المنطقة، لأن هاد المنطقة كتنتمي لمنطقة جبلية، ما غاديش تقدر عندنا شي سلالة أخرى من غير هاد السلالة ديال الوالماس. يعني كتصبر للشمس وكتصبر للشتاء والبرودية، وكتصبر حتى الماكلة ما عندناش تكلفة بزاف، والحليب ديالها جودة ما كتعطيش الكيمياء ولكن فيها الجودة، واللحم ديالها فيها تا هو الجودة. نتمنى ان شاء الله السيد الوزير ديالنا يدعمنا في هذا القطاع هذا باش نبقاو حنا شادين فيه. عاش البلد، عاش البلد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.